الان يلزمنا نلحقوا الى درجه وين نديروا تربصات للشباب ونعلموهم باش نخرجوا جيل يفهم واش راه يدير ما يكونش عنده ان بروبليم ديغو يتقبل المعلومات يتقبل الفورماسيون اترافير دي سيكل اترافير دي فورماسيون الشباب لي ريزو سوسيو كاينين كذا وكاين ناس مختصين هما يكونوا المنبع تاع لي زانفورماسيون تاع لا فورماسيون يا با uniquement l'information mais il faut aussi une formation باش يتغلب العلم عن التجربه لان يعني التجربه تجي بعد العلم السلام عليكم رمضان كريم اولا ثانيا معكم الاخ رضا المديا طبيب ومربي عصافير منذ تقريبا 50 سنه بالضبط 52 سنه مقنين والكناري ثاني والان انا مختص في الكناري بوستور خاصه الفايف فانسي وانا طوندون لي كلوستر لامنتي التربيه هذه بدات من كان عندي 4 سنوات خاصه الوالد تاعي كان يسافر كثير الى افريقيا وكان يجيب لي عصافير كثير يعني شاف في اول مونداران كان عندي 6 سنوات وكذا ما كنتش على بالي اسمه مونداران ولكن كانوا عصافير زين هذو شيء عظيم التربيه كانت في الجزائر كاع كان ولاد الجزائر كاع يربي وما كانش واحد ما يربيش لي بالكون كاع مامورين كاع كنا مربين براقة ساك والماء والحميصة بريبيوتيك وسامارشي وكنا نربيو على الشون ما نربيوش لا كوبلومون بيان جي اون اكسبيريونس اون فوا وين زاد عندي واحد بون ما طولش بزاف توفى هذه هي خلاصة نحب نساهم في باش الناس يتعلموا من الباج سو دي باس سانتيفيك وحنا في الخدمة للشباب هادو ونتعاونوا مع المربين وهم كثرة اللي يعرفوا التربية العلمية هذه وهذا هو الهدف الولاد نتاعنا نشوفوا الله يبارك الولاد نتاعنا نشوفوهم يحبوا القناه كيف راهم يمشيو برا بالقناه لي كاناري ولا نشوف في الاسواق سيد علي كل مره يبعث لنا الفيديوهات نشوفوا اولاد صغار كاع كاين اللي يبيع مع بابا وهذا يعني كي تشوف هاد الناس الولاد هاد اللي يحبوا هاد الدرجه العصافير وكذا واحد يفرح ولو يجيو باش يبيع ولا يلزم حب العصافير والتربيه ويكون تكون العقليه رايحه للفير بوكو بلوس لان الهدف تاعنا هو نلحقوا كما يقولوا بزاف الناس هكذا العالميه ولكن نقول نلحقوا الاحترافيه العلميه بالعلم هذا هو الهدف وثانيا اون دوا ريكوبيري نوتر فورم يلزم نولي تتعمر لي يلزم نحبسوا هاد لو براكوناج الصيادة هذه اللي وصلتنا اللي كنت بكري نصيد في فلوراسي فندق لوراسي ولا دوك المقنين ما كانش حتى في ادغال الاولاد لازم نوليو نعمروه كيفاش نربيو ونتركو بالعقل ويحبس البراكوناج الويز دو بيي ويقدر يدخل المغرب مزيان يدير لو سيكل ميغراتوار تاعو لي زاكوبلمون تو هذا هو الهدف اللي راني نشوف فيه انا اون دور لا فورماسيون لا سونسيبيليزاسيون دونك لي باز اليمونتير بور لا ريوسيت ديال الباج باش يكون ناجح التربيه تاعك خاصه الناس اللي عندهم اللي يبداو جداد واللي حابين واللي عندهم طلول بزاف اول شيء هي ليجيان النظافه ثاني شيء هي الأكل والثالثة هي التهوئة إذا درت هذه الثلاثة راك درت القاعدة لنجاح التربية ديالك شيء مهم وهذه سي لي باز اللي تروح لإنجلترا وتروح لبلجيكا وتروح لإيطاليا وإسبانيا كلهم حاطين هذا الكلام يكتبوه كثير منهم يكتبوه في البيرد روم تاعهم وهذا هو الصح ما نساوش يلزم التداوي وهذا سي الفيترينار حتى هو ما يكونش فيترينار ابيان هذا الفيترينار الهيجيان كيقول لك النظافه كاين الطائر في ذاته نستعملوا له بعض الاشياء بلا ما نديروا بوبليسيتي للمارك العلامات هذه الاوروبيه ك
كيلزم نحاولوا هذا النوصيون تاع قبلها وكذا وتكون بيريوديك. كاين الناس يمدوا مره في الشهر ومره في الشهرين يديروا في الجناح وفي الرقبه. وكاين واسمو لاكاجونيلمون ثاني سي سوبر امبورطون. هي من غير المقبول يكون لو با دو كاج خامج في اي وقت، يعني نظافه كل يوم كل يوم كل يوم. نديروا لها ليفيرميكتين اون جينيرال، يديروا ليفيرميكتين قطره في كاين اللي يدير في الرقبه وكاين اللي يدير في الجناح. انا نفسي اختار الجناح لان الرقبه ساعه ساعه يكون فيها مشاكل كيما لي كونفولسيون لي مور. ويزيد الكاجا لازم تكون القفص طول طون نظيف، ما كانش هادي نظف مره في السمانه. اللي ربي يتحمل مسؤوليته، وباش يقدر ينيطواي مليح لازم يكون عنده البلاستيك من تحت بالدوبل، ماشي كل يوم يقدر في الليل يبدلو كيدخل. وباش يكون مليح نيطواياج مليح باش ما يبدلش كل يوم يغسل كل يوم. يدير لا تير دو دياتومي شويه برك هكذا كمية صغيرة كما يقولوا، يمسحها يمشيها ويحط فوقها اوميان تاع القطوط هذاك لا ليتيغ، ولا كاين تاع الزواوش سانيكار هذيك كاينه تجي من اسبانيا مليحة. وهكذا ما يبدلش، يبدل مرة في السمانة ولا مرة في 10 ايام. والاخفاص لازم تتمسح وتتغسل سوفون تتغسل سوفون لازم تتغسل. كاين لي مونجوار لازم كل سمانة يتغسلوا ويتعاود التنظيف تاعها. والبراقة هذيك صح تنسف وديرها في الماشينة، ولكن كاين حاجة ما تحطش فوق البراقة القديمة، حتى بعد ما تنسفها كي تحط البراقة خلطها، لأن سينو يجيو دي شامبيون الفطريات يجيو، وهذا مشكل كبير. ثانيا اللي تاع الماء تاع المشربية هذه، مشربية لازم تشري مشربية اللي يكون اونتي يوفي، لا كاين جينيرالمون سي دو جي ال، ولكن الماء يتبدل كل يوم، وفي الصيف يتبدل زوج مرات في النهار. كاين حاجه نحب نقولها، في الصيف ما تمدوش الفيتامينات، في الشتاء ما تقدرش تمد. في الصيف تحب تمد الفيتامينات مدها في لاباتي، لان في الماء بالخف خاصها تفسد، يعني كيفاش يقولوا صافا سو بوتريفي، وتولي فيها بكتيريات وتولي هي بويون دو كولتور وتمد المرض هذا. في الاليمونطاسيون سا سو بوتريفي موا، كدير في لاباتي باغ اكزومبل لاك فود تخلطو لا بيغ مورفيد يبطى شويه، يدير ثلاث ساعات باش يلحق يدير لابوتريفي. وانت في هذاك الوقت تكون نحيت، لان كي تمد لاباتي مش حتخليها نهار كاع، او البيض ما تخليهش نهار كاع، ساعتين سوا لا باتي ولا ساعتين ماكسيموم. الوغ لو بلو كرون انفستيسمون كيل فو فير هو في لاليمونتاسيون. تقدر تمد لي كومبليمون اليمونتير، نيتواي دير واش تحب، تمد الدواء بايكوكس اللي يقولوا له بايكوكس، ولا البيتري اللي يقولوا له بايتري. هذاك هو لاليمونتاسيون انفستي فيها، اشري ماكله مليحه نقيه غالية بصح تربح العصفور تاعك، وخاصة الآن الناس تقتنع عصافير غالية. المقنين كاين اللي يدير شاري له ب 600 يورو أو 1000 يورو أو ربما أكثر، يستحق باش واحد يفيه أن انفستيسمون. دونك يلزم واحد لو بلو كرون انفستيسمون كون بويس فير هو الأكل. الأكل هو الصح. ثم رقم ثلاثة في كونديسيون اون اور بور ريوسير سون ايلفاج يا لايراسيون. اللي عنده ان ايلفاج امبورطون في اون شومبر يفو لايراسيون، ما يقدرش نحل الطاقة ساعة في النهار ولا لايراسيون سي ان فيلتر، فو ميتر ان فيلتر بور لا لونتري دو لير، وان اكستراكتور باش يخرج. يلزم اذا ما دارش ان اكستراكتور ما دار والو، خاصة في الشتاء ما نحلوش بزاف النوافذ وما يتبدلش الهواء، ما درنا والو، حاجة فوق المهمة. هادو سي لي باز اليمونتير بور غيشير سون ايلفاج. ميتنون بور يبارلي تفكرت حاجة برك نسيت نقولها، في دومين ليجيان النظافة كاين شي اللي هو مهم. بزاف الناس يديروا دو سيدر
يديروا لاسيد اسيتيك الفينيغر دو سيد يديروه باش يدوش ولو قطره. نقول لهم باللي لاسيد الفينيغر هذاك فيه ان بو دو سكر هو واش نقول انا في نفسي يضر لان فيه دو سكر بعد يلصق الداخل ويجيو الطفيليات. الان عم يتباعوا لي بان دو لي سيل دو بان عم كاينين يتباعوا متوفرين هكذا ولو الباطة تبان لك غالية ولكن كل العام تستعملها. في الصيف انا مع اللي يقولوا دير مرة كل يوم لو بان وعلى الاقل يوم بيوم. اما في الشتاء تقدر تبدلو لان الطائر في ذاته ولو كان البرد في لاشومبر ديال البارج ما يبردش اللي عنده البلوماج تاعو راهو كيراتين اي تو ما يبردش ما يدوش. شفنا في انجلترا كاين الجليد والثلج وكذا وتلقى العصفور في ليفوليير اكستيريور يدوش. باش نقول لكم العصفور يخاف غير الكورون دير من الصحه ديالو. مون افي سو ليلفاج اون الجيري خسرنا بزاف الوقت في الباج في الجزائر ما كانش عندنا بزاف كنت كونتاكت مع لي الحمد لله الان جا وجا جيل جديد اللي يحب يدير لي الباج سو دي باس سانتيفيك ويحب يفهم نشوف الاسئله تاعهم اللي يبعثوها الله يبارك سي دي جون كي شيرش ا كومبروندر كي سون انتيليجون. انا نقول الانسان قبل ما يبدا يدير ان غران تيرفاج نهضر خاصه لي غران تيرفاج لازم يعرف بلي الى بيزوان دون اسيس فينانسيير امبورطون لازم يكون عنده الاموال لان يسحق شركه هكذا كبير تاع 50 100 زوج يسحق فلوس كثير. هذه يلزم يخدم بالتعاون مع فيترينير ولو ما ني با سبيسياليزي اون افيير يقول لك بيطاري ني با افيير ما يعرف لا يعرف يبقى بيطاري. الان واش نقول لهم شباب دخلوا في ليزاسوسياسيون اورنيتولوجيك نحييهم ونحيي العمل اللي راهم يديروا فيه ولو ما تشوفوهش انت ولكن بدا يبان ايزون بارتيسيبي او كونكور انترناسيونال دو تركي وان شاء الله العام الجاي يكون بارتيسيبي على كوب دو موند اي لونيون اورنيتولوجيك مونديال ثاني عندهم اوسي دي شامبيونان ونقول للناس دخلوا بكثره. وصح هي مقارنة بأوروبا قيمة الاشتراك راهي عالية في الجزائر. في أوروبا تقدر تدخل باثنين يورو خمسة يورو ولا ما تدخلوا و جابيل يعني جو في ان ابيل اوز اسوسياسيون اي ريسبونسابل كي سون جو فوا كي سون تري كومبيتون ا ترافير لي فيديو كي فون دو دالي فير لا فورماسيون ديرو دي اتوليي خاصة في لي فاكونس نتاع الأولاد في الصيف كذا كي دخلوا باش نعلموهم كيفاش نقي وكيفاش نربي وكيفاش يزيد الأولاد نديروا لي فيديو ونديروا نحطوا لهم كيفاش هكذا. هادو لي زاسوسياسيون سي تري امبورطون سي لا فورماسيون كونتينيو. هذا هو الهدف تاعي ان شاء الله نعاودوا نديروا اعمار للغابات الجزائريه بالمغنم الحسون ولا في الشرق يقولوا تشنيتشن قبائل كل تيم أرقام. وهذا هو كان الكلام تاعي على آخر كلمة تاعي. بارك الله فيك. تبارك الله. دوكا زيد لي عبد الصحيح.